السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ميغوسات يا ستيس. اليوم ان شاء الله غنديرو كيف ان غوسات هايله اللي هي المعمول. يعني المعمول ماشي السوري اللي مخدوم بالدقيق، هذا المعمول يعني عادي بالفرينه، ولكن صدقوني رائع ويعني تحفه. يعني للمناسبات تقدروا ديروا في المناسبات، يعني كما قال لي حمر الوجه. فوالا انا هذا المعمول، انا هنا حنا تيزي اللوز، انتما ايتيزيو الكاوكاو، يعني كل واحد على حسب المقدور تاعو. انا هنا واش عندي في هذا المعمول، واش نسحق؟ اول حاجه نسحق الطوابع تاع المعمول، راكو تعرفوهم هما يتباعوا طاحتو. عندي هذا وعندي هذا، خيرو كيما تحبوا. مام هاد لافاس تقدروا تخدموا بها يعني كيما حبيتو. نسحق 3 عبارات فرينه، نص عبر سكر غلاس، نسحق مغرفه تاع قهوه ولا باكيت على لافامي. عندي هنايا نص مغرفه تاع قهوه لا ليفور، عندي قرصه ملح، لو زيست دو سيترون تاع نص حبه قرص، نسحق حبه بيض، نسحق عبر سمن. وباش نكمل يعني ندير كلش، وفي لافا عندي شويه ماء شويه مزهر، يعني نطمع عجينتي الا كانت مخصوصه بالماء والمزهر. هذه بالنسبه للعجينه. بالنسبه لافارس يعني عادي، لافارس تاعنا تاع كيما نديرو تشارك يعني ولا المقروط. عندي 3 عبارات لوز، سي با لو ميم عبر، ماشي هو، انا درت عبر صغير هنايا باسكو ما نسحقش حاجه كونتيتي كبيره. دونك عندي يعني ميجور صغير 3 عبارات لوز، عبر سكر. عندي هنايا مغرفه ماشي معمره ماكله، زبده تكون طريه. عندي هنا لافاني ليكيد ولا تقدروا ديروا لافاني تاعكم اون بودغ. نسحق صفار بيضه وشويه قرفه، هذه لافارس. انا دوك نبدا بلاص لازم تريح. دونك عندي كلش هنا نديرو اللوز مع السكر والزبدة. الزبدة علاش؟ باسكو تخلي لي لافارس تاعي طرية بزاف. ندير صفار البيض، عندي لافاني، ريحة برك، ندير شوية قرفة، مديروش بزاف باسكو تكحل. ندير قرفة مليحة أها، ونخلطو كلش معاه. هنا ندير شوية برك مزهر باسكو ديجا ينطبطلي شوية، غير شوية برك ماشي حاجة. لازم ندير يعني لازم نطمها حتى نقدر ندير دي بول يعني صغار، لازم تنطم لي. هذه دائما نسبقوا فيها، يعني من الافضل ساعه من بعد من قبل الى قد ما تريح مليح. فوالا شوفوا هاي خلاص، هنا تعرفوا هاي لك كي غادي تتفرم لكم ان بول خلاص حبسوا المزهر، زيدوا غير بالعقل يعني بالقطره حتى تنطم لكم. انا هذه دوك نغطيها ونخليها تريح. دوك نديروا العجينه تاعنا تاع المعمول، نديروا العجينه تاعنا. قلنا 3 عبارات تاع الفرينه، نديرو هنا عبر نص عبر سكر غلاس، نديرو قرصتنا تاع الملح بيان سور ما نساوهاش، قلنا لا ليفور، فاني اي لو زيست دو سيترون. نحطو كل مع بعض، نزيدو السمن، قلنا عبر سمن حبه تاع البيض. يعني دخلوا مليح هذاك السمن مع البيض هذاك. مازال مطمتليش مليح مليح. دوك انا نرشها بشويه مزهر، غير شويه فوق بالعقل باسكو ديجا راهي مطمومه شويه. راني طمت لي، شوفوا لازم تجيكم طريه يعني كي هكذا تنطم وحدها باش كي تكوروها ثاني تتكور. نبداو نفاصونيو المعمول تاعنا. دونك فوالا درت دي بول
العجينه كما راك تشوفوا لازم يكونوا حجم واحد، ولازم لابول تاع العجينه تكون دير زوج خطرات حبه اللوز. فوالا دونك باش كي تحلوها تدخل لكم الداخل. دونك انا درت ديجا شويه سيير مليحه نجي عندي كما راك تشوفوا هنيك. دونك حنا نخدمها عادي، يعني كي توجدوا هكا تسهلوا على عمركم. دونك حاجه الاولى هنيك، دونك نبغى فيغ ان ترو ونخدمو بيدينا. هكذا تاخدو الحبة تاعكم تاع اللوز وغلقو مليح ونخدموها شوية. هنا نعطيكم انبول هنا ديروا هنايا، هذا يسهل لكم سي في المونتير باش ما تبقاوش تخبطوا. وعبزوا عادي وجدوا فوالا هكذا يجيكم. دونك نزيدو، حبيت نوريكم تاع هذا تنسيلكم باش تشوفوا، نشوفوا الشكل تاعو كيفاش يجي. ميم شوز نغلق هنا هنا وجابي تجيكم هكا. دونك فوالا المعمول تاعي هاولي كاني كملتو كيما راكو تشوفو، عندي هذا ودار لي هذا. شوفو انا واش راح ندير دوكا، انا راح نتقبو. تقولو لي وعلاش تتقبي هنا؟ شوفو كيما راكو تشوفو نديرلو ان ترو بالبانسو هاوليك. علاش؟ باسكو راح نشطحو فوالا. دونك سي كيلكو ترو هاوليك. فوالا نديرو شوية سكر كلاص راك تشوفو. فوالا دوكا انا ندخلو نطيبو، وكي طيب انا نكملو لا ديكوراسيون تاعو. هاوليك المعمول شوفو مو ما طاب، يعني خرجتو ودرتلو شوية سكر كلاص، يعني دردرتلو من الفوق. فوالا جي سو بودغي. فوالا شوفوا كيفاش راح نشبحوا، يعني هكذا كيما راكم تشوفوا. هادو ما حنديروهم دي ميموزا. عندي هذه سي لاباتا سكر، تقدروا كيما تقدروا تخدموا بلا بات داموند كيما تقدروا تخدموا بلا بات سكر كيف كيف. هكذا هنا دونك هذه هي كي تكونكم يابسه خدموها بيديكم. وهذه سي لاباتا سكر زدت لها كولون فيغ وعاودت عجنتها هايليك. دونك نديرو دي فاي، انا لي فاي حنوتيليزي هادو راهم يتباعو باغتو. شوفو كيفاش عاملين كي تخرج هايليك. و بوغ لا فلوغ هايليك انا نخدم بهذه باش نحل لاباتي تاعي باش ما تلصقش. ولا حلوها اونتر دو ساك بو ايفيتي ديرو سكر كلاص كيما حبيتو. هنا هاهي شوفو هادي سي لا فلوغ، عبزو ودخلو هذا الموتيف هكذا فوالا فوالا. ديرهم هكذا بلا كوبرك متلصقوهمش كيف كيف باسكو يسقولكم، باسكو لاباتا سكر معروفة تلصق. دخلو الموتيف وخرجو لافلوغ فوالا. ديرو اون فلوغ اون ورقة. دونك كيف كيف سي لو برانسيب، ديرو لو موتيف هكذا حبطو باش يخرجلكم هذوك لخرين هكذا. دوكا ندير لكم ميموزا. ميموزا واش حندير لها كيما راكم تشوفو، عندي هنايا ان بريو اليمونتيغ
راح نسبخها. هنا تجيكم ميموزا، يعني على شكل ميموزا، ميموزا صفراء ما يحلوكاش. هنا غادي كيفاش تجي هنا. دونك نحط محبه هنا، الحاجه الاولى دونك هذا سي البياض البيض، نغطس يعني تاع لاتيج هذيا، لاتيج هذيا نغطسها في البيض هكذا، نديرها هكذا تحبوا البيض، تحبوا تحبوا تلصقوها مام باسم اللصقه تاع السباع اليمونتير، كاين لصقه اليمونتير ثاني هكذا. نحكم ينبول ولا شوية بيض هنا، نريكم نوتر موديل، حبيت انا نديرو معكم هايليك. دونك ديرو هكذا، ديرو قفوها هكذا، انا هنا عندي لصقة اليمونتير، ولا ما عندكمش تقدروا ديروا شوية سكر كلاص مع الماء ونسقوا هذيك لابول. شوف يعني تقدروا ديروا هذا الشكل الثاني. نعاودو ينوطخ، هذا سي ان اوتر موديل، ولا نديرو موديل تاع الوردة. لا باتا سوك تلصق بالماء، يعني الا ما عندكمش ماكول هكذا تقدرو تلصقوها من بالماء تلصق. شنو كنت كاين سكر كلاص، يعني واحد هكذا. وهنا درت دي بتيت بول صغار بهذيك لاباتا سوك في البيضة، صغار على الميموزا هذيك. تقدروا ديروا عقاش يعني ما هلا هذيك. دونك فوالا، شوفوا بعد ما كملت الخبز دوك نوتيليزيو لا جولي كيما راكم تشوفوا، نحكمو هذوك الوريقات تاعنا شبيه، يعني لازم ينشفوا لكم سورتو هذيك الميموزا لازم تنشف تعطي بريق من بعدا. نحكمو هكذا حبه المعمول تاعنا حلو بريستيج، يعني تقدروا ديروه مام في المناسبات، يعني حمل وجه هاملك. شوفي كيفاش يجو دو بخي، وهي حبة هذه تاع الوردة وهذه ورق فوالا كما تشوفو، وهذه تاع ورقة وحدة وميموزا هاذي كيفاش تجي فوالا. وهادو يسون سامبل درناهم قبل، وخليت كاين حبات خليتهم صافيين هكذا. دونك نقسم لكم حبه، يعني
هكذا برك باش تشوفوا الداخل كيفاش جا. شوفوا يعني لاباتي تاعو تشبه الكريكعات، تشبه التراك، تشبه باسكو فيها زفرين وسمن، بصح سترون يكتم فيها اللوز الداخل، يعني تجيك شغل التراك بنين بزاف. فوالا وصفتنا تاع اليوم اللي كانت معمول يعني بريستيج، يعني بطريقه بتزيين يعني جديد. اذا عجبتكم ديروا لي لايك واشتركوا في القناه باش هكا يصلكم الجديد اشاك فوا. نقولكم تهلاو في روحكم، يلا بروشان فيديو بحول الله. سلام.